بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم مشاهدين قلبي الكرام. حبايبي مشاهدين قلبي، بتشاهدوه ازاي مش عارفه. المهم ابني جاي عايز ياكل وانا تعبانه مش قادره اعمل له اكل، ولو قلت لمحمود قوم اعمل لنا اي اكل وهسمعكم دلوقتي هيقول انا زهقانه اعملي انت اي حاجه. هنخش نقول له انت شيف عبقري، اختار وصفه من الصندوق ده واعملها لنا اكل. هتلبس فيه ولا هيقول لا؟ تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. يلا شفنا بتعمل ايه؟ بكلم عليها اخويا. طب صوروا ايه؟ انا ماليش في الكلام ده على فكره يا محمد. طب استنى بس، ده مش بنصور حاجه. بص بص، هو انا لو قلت لك احنا عايزين نتعشى حاجه حلوه من ايدك هتقوم تعمل لنا ولا هتقول انا من زهقان؟ غير تصوير. من غير معقول، لا يوتيوب ولا تلفزيون عايزهم، من غير تصوير. هم هفصل الكاميرا. طب ماشي انا هفصل الكاميرا، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا توقعت ان انت هتقول لي انا زهقان ومش قادر اعمل حاجه لحد، ماشي؟ فقلنا نعمل فكره حلوه كده. انت عارف ان انا مؤمنه بيك كشيف عبقري. استنى سيب اخوك دلوقتي وقول له استنى شويه وانا اكلمك بعد شويه. انا مؤمنه بيك كشيف عبقري. حلو. ففي دماغي لعبه كده عايزين نعملها معاك. ايه انا معايا لا لا الليمون والبصل يا لا 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 والله، لا والله العظيم ما مقلب. احنا محضرين صندوقين، كل صندوق فيه مقادير. مقادير ايه الله اعلم، او في ماتيريال يعني في بضاعه. هتختار واحد من الاثنين. حلو. وهتعمل لنا اكل بالواحد ده ايا يكون اللي جوه الصندوق. طب افرض ان هي بيتزا، هنقعد 3 ساعات نصور؟ لا مش هنصور، يعني اعمل لنا اكل بس، اعمل لنا، احنا عايزين نتعشى بصراحه. المقابل لو انت عملت بالحاجه اللي في الصندوق حاجه حلوه هديك اللي في جيبي. انا في جيبي ايه؟ جيبي فاضي يا النيله. لا في فلوس والله في جيبي. وانا هديك اللي في جيبي، بس هات يا محمد الصندوق ده. هتديني انت لقيت فيها فلوس قمت وقفت. عجبتني عجبتك الفكره عشان فيها فلوس؟ قول الصراحه. هاتي ايه اللي في جيب ابوك؟ كام؟ 1 2 3 4 5، 50 جنيه وكارت فكه 45. لا مش كارت فكه، ده انا دافع فاتوره النت. طب وانا هعمل ايه بفاتوره النت ان شاء الله؟ خد يا محمد ادي اللي في جيبي اهو. حلو قوي. لا طب استنى استنى، انا ايه الغفله اللي انا فيه ده؟ طب ما طلعتش كل اللي معاها فلوس. لا هي في مكان، فلوسك في مكان يا ريس وفلوس امك في مكان. بص بقى محمد، حط الصندوق ده على التسريحه عندي. اقفل بالمفتاح وخلي المفتاح معاك لو انت امين على ابوك. امين على ابوك؟ هات ياد المفتاح ده. لا سرقوا الصندوق يا محمد، لكن مفتاحه معايا، انا هاخد المفتاح. الصناديق الصغيره ولا الصناديق اللي جايبينها؟ طب اقعد بقى نظبط الكاميرا ونظبط الصناديق، ماشي؟ يلا ثواني خليك قاعد. انت مستعد؟ كم صندوق؟ 10 صناديق. كل اختار منهم كم واحد؟ هتختار 9. لا والله. كل يوم تعمل لنا وصفه. فكر دقيقه، اكسب وصفه. انت عايزين يعني اما اشوف الحاجه اعمل ايه؟ استنى يا باشا محمد، انت محضر الصناديق؟ ايه يا ابني انت اللي حاطط في الصناديق ده؟ مش ايه ده كله؟ مش قلت لك مش عارف ايه وايه؟ يعني انا افكر في دقيقه اكسب وصفه ازاي؟ مش فاهم. بص يا برنس، فكر دقيقه تكسب وصفه. فيها ماتيريال، كل صندوق، كل صندوق فيه ماتيريال. اوكي حلو. الصناديق دي فيها ماتيريال، افهم بقى بسرعه. فهمت. فيها خامات، اختار واحد من الاثنين. والواحد اللي تختاره بعد ما تفتحه تفكر دقيقه وتقول لي هعمل لكم كذا. يبقى المقادير دي فيها ايه؟ مالكش دعوه انت، افهم بقى. ماتيريال. وعليا اخطأ الاثنين افتحهم ولا برضو واحد؟ برضه مش فاهم. لا يا عم في ايه؟ يعني انا افتح الاثنين واعمل من كل واحد وصفه؟ ايه يا باشا؟ لا هتفتح هتختار واحد بس. حلو. وهتعمل بيه وصفه. والتاني يفضل مقفول؟ لا هنشوف ايه اللي كان فيه ما اخترتوش. اختار المعفن ده. معفن؟ استنى استنى قبل ما تختار. خلي بالك الصندوق اللي هتفتحه مش هتقول هرجع في كلامي. لا خلاص. وهتعمل منه عشوه. ماشي. الخبط لك الصناديق؟ لا انا اخد المعفن ده. المعفن انت هتعشينا ولا هتموتنا؟ اصل ده شكله شيك، يبقى ده في حاجه صعبه. طب ماشي يلا. افتح يا باشا. طيب هنفتح ده كده. طب والتاني ده ماليش دعوه بيه خلاص. يا لهوي، التاني هتعشينا بيه بكره. الفكره دي ان افكر في الصنف قبل ما افتح. دقيقه هنحط لك على الساعه دقيقه. طيب يلا. ده احمد اللي هتعشينا بيه ده محمد. هو هي دي حاجه بيتزا يا ابن اللذينه انت؟ جبنه. طيب يا ابني انت هتعشينا ايه؟ طب دي ابدا دقيقه. ها، 1 2 3 يلا عد. بسكوت
جبنه بسكوت. لا بلاستوت مش عايز، مش عايز كلام. لا انا انا بسكوت جبنه بتفوت. طيب انزل على الشاشه بعد اذنك. منعيش طب بور فرماج خلاص عرفت هتعشينا. فات حوالي 10 ثواني. حلو عرفت اعمل لكم بده ايه. ايه خلاص ده ده هتشيليه ولا اعمل فيه ايه؟ ده اقول لك إيه؟ لا فاجئنا بصنف بس يكون عشاء. ماشي عشاء محترم. عشينا يا حسب الله ونعم الوكيل فيك. خلاص عشينا ايه اللي تحطه لابوك في السندوتش؟ انا عارف هيعشينا ايه. كذا حاجه انا قلت الفكره في قد ايه؟ 10 ثواني. بدنا نحرج وسندوتشات جبنه. مفيش عيش. هيخبز هتخبز عيش بالدقيق؟ خلاص انت قلت لي صنف. ماشي اللي هديه لك. يلا ده انا ماليش دعوه بيه خلاص. ماشي نشوف بقى كان في ايه. شوف ابنك حاطط ايه. بعد كده انا اللي هعبي الصناديق رز ومكرونه وما هو ده اللي كان المفروض يختاره. ده اللي انا قلت لك عليه يا ابن حنان. حلو. ابن مين؟ هنا ابن مين ده؟ ابن حنان. ابن حنان صدق يا ريتني كنت اخترت ده فعلا. ده اسهل. ما هو ده كان المفروض ينفع. طب اخد ده والشاي كلها باللحمه وبالفراخ ومسقعه. لا خلاص خلاص بابا غنوج. بص يا برنس. لو انت كنت فتحت الصندوق ده كنت عملت لنا ايه؟ يعني هنا ما اقولش وهنا تقول. هنا اتفاجئنا. هنا انا شايف في جلاش وبتنجان ووراك ولحمه مفرومه. كان ممكن اعمل مساعه باللحمه المفرومه او اعمل جلاش باللحمه المفرومه او اشوي الوراك ديت. ابنك مسهلها عليك قوي والله. المره الجايه هجيب لك صندوق صعب جدا. طيب قوم عشينا بقى. فكره انا هصورك وانت بتشتغل. ماشي. طيب انت غلبان كده ليه وطيب كده ليه؟ قول لي. لا مش عايز حد يصورني. انا هصورك عشان المصداقيه والناس تشوف انت هتعمل ايه بالمقدارين اللي احنا مدي. احنا مدين له يا جماعه بيض وجبنه ودقيق ذاتس اونلي فقط لا غير. ماشي. انت عزفه قد ايه الكلام ده قلتيلي؟ وقلنا له في خلال 5 7 دقائق بالظبط يكون محضر لنا وصفه للعشاء والرهان على اللي في جيبي واللي في جيبه. اللي في جيبه للاسف طلع 50 جنيه يا عيني. 50 جنيه ولا كام يا شيفنا؟ انا 50. 50 وفاتوره تليفون دافعها. وانا اللي في جيبي للاسف الشديد طلع 350 جنيه. كنت بعت جبت بيتزا جاهزه وسكت. يلا نشوف هيعمل ايه. هتعمل ايه يا شيخ؟ شغليلي. لا في الاخر خالص هتشوفوا الاصناف ان شاء الله. ايه الاصناف؟ انت هتعمل من دول اصناف؟ صنفين ان شاء الله. بس عدي لي الوقت. قولي لي اعد الوقت. ده الوقت من بعد ما ابشر الجبنه. بعد ما تبشر الجبنه. كور جبنه. ايه كور؟ انا هتعشى كور جبنه ومعاها عشاء اللي اديتوني يا هانم. وانت هتديني اديتيني حمام وانا قلت لا كده يا جماعه كولين لي. يعني انا لو اديتك حمام هتقوم تحشي وتعشيني حمام؟ لا انا عشان اكسب على وعد الصندوق الجاي هيكون فيه جوزين حمام. عشان اكسب. يلا بينا نروح على النار بتاعتنا بسرعه كده. فات قد ايه؟ انت بتنهج كده ليه؟ يخرب بيت الفلوس. على مهلك. مش موضوع فلوس. اي طاسه. اي طاسه. الصنف ده انا ما اعرفش اسمه والله بس لازم استفيد من الصفار. ادي بس كدا. شفت الطاسه المقننه بتاعتي دي؟ ادي كده الصفار اهو يا جماعه زي قطع عيش صغيره. وادي الزيت عندي اهوت اهو. عشينا زلابيا. زلابيا دي كور جبنه. ده صنف دنماركي. وانا سافرت الدنمارك عشان اتعشى. يا عم انا كنت عايش سندوتشين في طعميه. عشان ما تلزقش. بتعمل ايه؟ بتجيب ميه تاني؟ لا الميه مسرح بيها اصلا. ادي دي كده عملنا صنف جديد وحلو. دول الجبنه. دول كرات الجبنه. انا ملخبط. اركز في الشغله في الكلام. ربع كيلو جبنه شيدر. نص كوبايه دي ابيض بيض. اصفر لا يا جماعه عشان ما يصفرهاش. خدنا الاصفر عملنا بيه عيش هنا اهو شغال عندي اهو. ده دقيق والاصفر وجبنه. لو عندي زعتر او روزماري ادي.
اهو عندي زعتر على فكره. اسرح لي بيه؟ لا بس ده من اللي هات. طلع بس الجبنه الاول عشان مفيش حاجه تفشل، عشان اول شنطه طلعت خلاص انا كده خلصت اللي ايه المطلوب اثباته. وادي كور الجبنه اهي كده هي استوت. ده هتشدي معاكي كمان. حلوه اللعبه؟ ها؟ لا انتوا فوتوني. تلعب كل يوم وصفه؟ انا كنت قايل مش بس بكره عليك. لا عليا ايه، انا بلعبش، ما بحبش اللعبه. انا كنت قايل كده ده اهو طبع خمس نجوم، كان بيحصل معايا في جروبات في الفندق والله. ها؟ وادي كده ها. انا ما بحبش اللعب. بص يا حنان ده كده اهي. يا باشا يا باشا يا باشا. منهمك انت قوي. تبقى قاعد كاره الدنيا كلها، نقول لك قوم اعمل صنف يبص النشاط والحيويه. لا الشغل شغل، تعالي بقى صوري كده. اصور ايه؟ عايز بس منديلك امسح عرقي كده وابعد كده خالص، حرام عليكم. يلا رصي. لا ما تاكليش واحده اكل وربنا واحده بس، واحده بس. الدفع في الصنف ده 350 جنيه خرب بيتك يا بسطويسي. الله حلوه قوي بس كده. شفنا بجد والله العظيم، ما تبربشليش كده عشان انا بموت في البربشه دي. تقعدش تسبب لي كده بجد والله العظيم. تسلم ايدك، ويعني بجد بجد انا انت فقت التوقعات. حصلي صلاه النبي لو عجبتكم الوصفه، بتمنى منكم الفلوس يا بنت. حصلي صلاه النبي. هاتي هاتي افتح حاجه، هاتي فلوس يا وحياه امك. لو قمت فتحت جبت الفلوس لعجلها، خد لك منهم 100 جنيه. طب سجل اهوي فلوس فلوس فلوس. الله وربنا ما تسيبك وحياه. لا والمصحف ما تسيبك، قسما بالله هلبسك الصندوق. اوعى. هات يا محمد افتح بسرعه بلا، هات الفلوس وربنا وفلوس كله كله يا فلوس وربنا ما تسكتش. خد ال 100 جنيه يا ولاد. طب هاتوا الطبعه بقى. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. يلا سلام عليكم. بس امري الى الله، هاكل ده عشان خدوا 100. الله حلو بس دلع. ادوق حلو بس دلع. مش حلو بس دلع. حلو حلو جامد، حلو قوي قوي. لو عجبكم الفيديو بتمنى تسيبوا لنا لايك وشير عشان نستمر. هنستمر بيكم وبدعمكم وبجيبنا وبفلوسي بفلوسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.